مش عارفه انا بايعه دماغي ومطوعاكي في الجنان ده ليه؟ عشان انت مظلومه وبريئه وما عملتيش حاجه. بعدين هدى بقى الصح. حاسه ان انا عامله زي البهيمه اللي سايقينها على المذبح ومش عارفه حتى اترفص. ماشي. بكره لما نطلع برا احنا الاثنين هتيجي لحد عندي في البيت وتشكريني. ساعتها بقى انا ممكن اساعدك. بس انا ممكن اشوفك شغل عندي في الشركه واحط لك مرتب كبير جدا. عشان تعرفي ان انا مش وحشه يا زكي. ما تكفي نفسك يا اختي، مش هتعملي عليا شخصيه. انا غلطانه. عارفه يا بنت المثل اللي بيقول يا ما في الحبس مظاليم؟ ايوه طبعا. انا حاسه بقى ان انا وانت هنبقى المظاليم دول ونقضي طول عمرنا في زنزانه واحده. افضل انفخ فيكي صبح وليل على المصيبه اللي انت زقانه عليها دي يا رني. بطلي تشوف بقى يا سكينه بطلي. الاوقات اللي عايزين الاسم. عايزه يا اختي الاسم؟ لا اسالي على ايه؟ احنا يلا. انا مش قادره اقوم، انا رجلي مش شايلاني. انا بكره الحبس يا رني. احنا مش هنحبس يا سكينه، احنا هنطلع براءه. بس يلا يا ست انت عايزين نشوف اكل عيشنا، مش فاضيين لكم احنا. انزلوا هتعدوا الشارع الناحيه الثانيه هتلاقوا الاسم في الشوب. قوم يا عم. يلا قوم. يلا. ايه ده اللي بتعمليه ده؟ شم اخر شويه هوا من بتاع ربنا. انت كده بتشم الهوا؟ انت كده بتمثلي فيلم تايتانيك. بعدين ايه الاوفر ده؟ ما الهوا جوه برضه بتاع ربنا. سكينه انت بقيتي اوفر قوي. استغفر الله العظيم يا رب. منك لله يا ريجا، الله يرحمك يا اخي. يلا بقى يلا. ايه ده اللي بتعمليه؟ اوقفي اوقفي. اوقفي بسرعه. دي صاحبتي. رانيا ايه صاحبتي؟ ايه مفيش صاحبتي دلوقتي؟ امسكيها. بقول لك ممكن تساعدنا يا حماره. رانيا جانا. انا ما عرفتكيش، شكلك بقى بيه قوي. رانيا انت بجد عملتي الجريمه البشعه دي؟ لا باباكي وبعدين دخلتي مستشفى المجانين وبعدين ضميتي الجماعه الارهابيه وهربتي. هم دول يا موكوسه اللي بتقولي اصحابك؟ يا جانا لا انا ما عملتش كده، انا هثبت براءتي وهرجع تاني زي ما كنت. هاي جايز. انت بتعملي ايه؟ انت مجنونه؟ انت بتعملي ايه؟ يا جماعه احنا مع اخطر مجرمه في مصر ناو. رانيا يسري السنهوري ومعاها البنت المجرمه اللي بتنزل معاها في الصور في كل حته. بصوا انت مجنونه؟ تمسحي يا حيوان. انا حيوان يا مجرمه. يا مجرمه يا مجرمه.